جديد، واليوم ماينكرافت الحلقة السادسة من لعبة ماينكرافت. اما الفيديو حط اللايك والشير والسبسكرايب عشان نعمل الفيديو بسرعة. اليوم عندنا مهم من هالمهمة. اول شيء ليش عم تقولوا انا ما خلينا نروح على مدينتنا. شايفين ايش في هون؟ بس انفجر الكريبر يا مدينة تحت. هذا بيت رحت على القرويون، عرفتوا الشجر الاسود هوني طلع شريط عندهم تياب من ايرون، ولقيت 3 دايموند وهذا كمان. وبتقولوا ما منين كل معه التلوين كل الورد؟ انا فتحت محل ورد او راح افتح بالحلقه القادمه، راح يكون انه هلا عم نجهز كل شيء بالسيرفر. فاليوم حلقتنا شفتوا الكريبر نسي عم بتقولوا انه هذا كيف معه كل هدول وهو ما راح على الكيفينج فجر هون، لانه خلص راح نقول اصلا بيتي. الحلقات القادمة راح غيره. شكرا لكم على الدعم. خلينا نبلش. لا 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 يا كريبار، خلينا ننام فوق مش ليل. يلا هذا الصباح فهيك. خلينا نشوف، خلينا نحط اغراضنا. شايفين دمان ولد قد دايموند، لازمنا دايموند، لازم نرجع الدايموند. لازم شايفين الورود. ليش الورود؟ هلا انا راح بيق محل ورد، بس هو مو الاهم ورد، هو صبغه. راح اول صبغه لانه في محل عندنا كونكريت، مو كونكريت، كونكريت ايه، فبده صبغه وهيك. فينا نصبغ الخشب وهذا الشيء كتير راح يكون مفيد. فاول شيء جهزنا اغراضنا للكيفينج. شو خلينا نروح لهون على السيرفر، وهون اغراضنا تحت الارض. كمان راح نعمل شيء من اوبسيديان. شو من اوبسيديان؟ يا درع يا راح يكون يعني تيب، كل شيء من راح يكون اوبسيديان. جبنا تخت، خلينا جبنا شوي من الخرزيف. اعطيني انت يا صديقي، اعطينا الصوف شاب من محل، وانه ما فينا نصور كم محل لانه في محلات والله ناري. هذا الكيفين، اوه في موارد هون، في موارد كمان، في ايون. بدي انا همش شوي شوي على النزلة، شوي شوي بدنا ننزل هيك منطقة نزلة. او في مي، في مي منيح. لا ماتت نزلة كانت خاطئة. كيف ننزل؟ بس كيف ننزل؟ يا سلام، بس خلينا ناخذ اغراضنا. تبو حلو، في حدا هون؟ ما جبنا معنا شمع المشكلة. حلو هون، هون خلينا نكسر. اليوم راح تكون الحلقة نزلة على الكيفينج، وراح تكون لين. اوه حلو، ايرون السلام، 4 حبات لو معناها ذاك البيكاكس اللي بدبل. شكرا لكم على الدعم السابق بالحلقات السابقة. يا شو هاد؟ ليش هيك تدرفين هون؟ يا لطيف، شو هالمنطقة؟ شو هالكيفنج اصلا؟ واخيرا صار فينا ناخذ من هذا الموارد. اوه لا 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 لا، ست فعلا بيضربني. اخيرا صار فينا ناخذ منهم. فدي فينا كريبر، تعال 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 كسر لي هون، تعال. حلو، وهذا الموارد، هذا الموارد جدا جيد، بس مشكلته بيخلص ببطء. اي 3 منيح. في تحت مستحيل ما شايفين منظر الازاز تغير، لانه غيرته وهذا صار هيك اجمل تجميل له. حلو، وينهم؟ وين الفحم؟ بكفونا 12 شمعة. ما بيصير انه صار فينا نحط شمعة بايدنا. شوفوا كيف، شوفوا كيف، يا سلام. خلينا نروح مطر، خلينا ننام متى الليل الى النوم. يلا ناموا شوي شوي. لا
مازال ما عم نقدر ندخل على الكيفينج، فبتعرف بدي يكون شو بدي اعمل. خلينا نجيب اول شيء، استنى بدي يكون شيء حبي من هون، لانه هل نقدر ندخل هاي خمسي؟ لا خمسة بس، لا معنا اكتر، مستحيل مستحيل بس خمسي. يمكن في هونيك، خلينا نتأكد اذا في هون بس شوي شوي ولا شيء. في ثلاثة. فهلا بدي اعمل شيء، بدي اشوف هل اعمل. شايفين هالشغلة؟ هاي الشغلة اللي فيكم تصبغوا خشب. جاهزين؟ شوفوا يا سلام، في نعمل اكس قديش. والله نهاري، راح اعمل اول درع من اوبسيديان. يا سلام، والله درع ناري. هذا اول درع، فان شاء الله بنعمل لقدام بنعمل فول اوبسيديان. فينا هلا بجمي ايمرنت لاعمل فول ايمرنت. بالحلقة السابقة عملنا رحلة على التلج وجمعنا وعملنا الشافل من اوبسيديان، بهاي الحلقة عملنا الدرع من اوبسيديان. والحلقات القادمة راح اتجوز، بس اهم شيء اعمل بيتي، وبعدين راح اتجوز، راح تكون وقتها حلقات الى الكيفين مجددا. يا رب بس لاقي الياقوت، في شيء موارد احمر، هذا اندى يعني اقوى من الدايموند. واحد اثنين اطلق. كيف بدنا ننزل؟ بس بدي افهم كيف بدنا ننزل، بس بدي افهم. بس انزل نزلي ما موت فيها، خلينا افكر. انزل من هون. انا عم سلم عليكم من هون. خلينا وش عملنا، شوفوا هنا قعدنا اليوم الحلقة مملة انه ما الى النوم. ظبطنا حالنا، فهلا خلينا ننزل بقى لجوا. بسم الله بسم الله بسم الله. خلينا بس ناخد ست شمع، جمعنا شوي من الايرون. تعالوا كم حبة ايرون. تعال شو بدك، شو بدك. والله في ايرون كتير كتير منيح. هذا جولد، تفضل يا زلمي. هذا جولد ولا هذا شو؟ هذا شو يا الله، موارد جديدي. اوه هذا موارد جديد، باب ما نزلنا. لك تعال لك تعال، خد 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 موارد نوع جديد. خلينا نجرب ولا هذا بيجي بلوكي كما ما بقدر تسخين. اليوم هدفنا بركي تدخلنا الكيفنج لجوا، جيب الياقوتة هي اهم شيء، بجي حمرا في اقوى بعد. مين عم بيضرب؟ مين عم بيضرب؟ خلينا نقول هنيك هنيك، في صبح وفي مطر وفي مي. شايفين هذا حلو يا لطيف. شوف في كريبر، والله الايرون صار معنا كتير. هو منزلنا لهلا صرنا جوا ومعنا ايرون، يعني حتى الان. مين هذا؟ راح نموت، خلص راح نموت راح نموت. تعال خذ يا ورع، خذ 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 لك، خذ رح موت خذ. استني خليني هلا اجيب الرادي، بس خلص اليوم الحلقة ما راح تكون جيدة. جمعنا شوية ايرون، موارد جديدة،
ما ضلنا ندخل جيمنج. ليش؟ لانه ما بعرف والله ادخل جيمنج، فراح تكون حلقة القادمة ما اعرف قاتل، راح ادخل كنا كذا. خليني افاجئكم بس جولة بالسيرفر سريعة. وينون وينون، يمكن في حدا بنى محل. انا محلي ما راح اجيكم اياه هلا، بس في محل ابي ابنى. جاهزين؟ شو تتوقع المحل؟ اكتبوا لي بالتعليقات. 3 2 1 ماكدونالدز. ماكدونالدز في لعبة ماينكرافت. خلينا ندخل. اوه والله شيء ناري، محل والله ناري. تعرفوا ليش معناه ماكدونالدز؟ لانه فيكم تعملوا ساندويش، فيكم تحطوا، هي بتشبه كتير. فاين هون يكون تحت الحلقة منا من اوبسيديان درع، من اوبسيديان. فراح تكون حلقة القادمة، الحلقة كانت سريعة وما قدرنا ندخل كيفين. حطوا لايك وشير، شكرا، كنت معكم في امان الله. باي باي.